تنظيم الأفكار عوضا أن عندما تدرس مشكلة عوض أن تنظر إليها أن كل عناوين تتدخل فيها فيما بعضها حتى تعطيك صورة معقدة جدا على المشكلة. فإذا كانت الصورة معقدة جدا على المشكلة أغلب الناس يتنازلون على يعني يتركون المشكلة أو ينسحبون دون حلها أو يستسلمون للمشكل. فلهذا المشكل إذا كان معقد يجب تبسيطه حتى تكون عندك رغبة، يكون على الإنسان رغبة لحله ونظر فيه وتعامل معه وهذه الأشياء، أو على الأقل كيف يقول أو على الأقل نعم التعامل معه، أو على الأقل تحمله إلا أن تأتي فرصة إيجاد الحل. أوكي، سواء الوظيفة الأولى هي تنظيم الفكر، تنظيم الأفكار، تنظيم السلوك في أو الإجراءات أو الأعمال لحل مشكلات. الثاني، الوظيفة الثانية هتوسيع دائرة البحث ودائرة التفكير. قلنا الطالب في المدرسة والأسرة، فالحركة الخلفية التي والخطوة الخلفية التي استخدمناها باستخدام هذه مروحة المفاهيم أو المفهوم ساعدتنا من توسيع دائرة البحث في الطالب ذاته، في شخصية الطالب، إلى انتقلنا إلى الأسرة. أوكي، الوظيفة الثالثة هي الربط، ربط الميادين المختلفة. لأن في هذا المثال ربطنا بين ما هو نفسي وما هو أسري وما هو تعليمي. انظر، ثلاثة محاور، ثلاثة مجالات مختلفة ربطناها بهذه المهارة. والوظيفة الرابعة ideation، توليد الأفكار. أن وظيفة الأساسية لهذه الآلة أو هذه المهارة هي توليد الأفكار المختلفة تساعدنا في حل مشكلة.